منتخب الرابع منتخب تونس. طبعا منتخب تونس بيدربه المدرب الفرنسي ألان جريس، كان هم افضل انجازاتهم اتاهلوا لكاس العالم 5 مرات، افضل انجازاتهم في كاس الامم طبعا ان هم اخذوا البطوله سنه 2004، ويمكن معانا واحد من كباتن الفريق في منتخب تونس اللي كانوا حاصلين على البطوله عام 2004، كابتن خالد بدره نجم منتخب تونس وقائد منتخب تونس السابق، اهلا بيك. الشعب المصري والشعب العربي الكل ان شاء الله. في البدايه اهلا بيك طبعا في قناه النادي الاهلي، عايزين حضرتك تكلمنا عن رؤيتك للاختيارات الفنيه الخاصه بمنتخب تونس وحظوظ منتخب تونس في البطوله. والله في خيط معناتها اللاعبين الموجودين في المنتخب التونسي، معناتها في لاعبين معناتها في الترجي فما 4 ولا 5 لاعبين موجودين، هذوما خيط لاعبين توعنا لاعبين معناتها ينصفوا في الدوري الاوروبي والدوري التركي والدوري الفرنسي. هذو اللاعبين معناتها عندهم عندهم معناتها نجم نقولوا اللي هما اللاعبين من احسن من خيارات من احسن اللاعبين الموجودين في المنتخب التونسي. ان شاء الله راح نشوفوا معناتها ألان جريس معناتها خذا لاعبين معناتها الممتازين واللي قاعدين ينشطوا في الدوري الاوروبي ولا في الدوري التونسي، وهذوما الخيارات نتاعو هو اللي يتحمل مسؤوليته. ان شاء الله معناتها نشوفوا منتخبنا في احسن حالاته ان شاء الله. تمام، راي حضرتك في استخدام ألان جريس لديلان بروين اللي هو بروين ده كان بيلعب بظهير ايمن في كاس العالم، استخدمه هو في الماتشات الاخيره كمساك خاصه بعد عدم ضم صيام بن يوسف، يعني صيام بن يوسف كان انه اعلن ان هو يمكن هو هيعتزل بعد البطوله فهو ما ضموش، فبدا هو يجرب ديلان برون جنب ياسين مرياح، راي حضرتك ايه في الثنائيه ديت؟ والله يا ديلان برون معناتها لاعب معناتها ممتاز، قدم معناتها نجم نقولوا مستوى طيب معناتها في كاس العالم على الظهير اليمين، معناتها كان مستواه طيب، يظهر لي بعد اعتزال سيان بن يوسف ما عنده حتى خيار معناتها المدرب ألان جريس معناتها باش يزيد يجرب اللاعب دانيال بروين معناتها باش يكون جنب مريح باش يزيد يعطيه الثقه اكثر ويزيد يكون متمرس اكثر معناتها في الخط الدفاع، على خاطر ما عندنا ولا خيار معناتها في الخط الدفاع. بروين معناتها قاعد يقدم في مستويات طيبه اليوم معناتها حتى في المباراه الاخيره اليوم معناتها قاعدين نتفرجوا فيه ضد كرواتيا معناتها قاعدين يقدم في اداء طيب، ان شاء الله معناتها نشوفوا مستوى احسن معناتها في نهائي كاس افريقيا ان شاء الله. طب كيف تابعت استبعاد فخر الدين بن يوسف من قائمه المنتخب بعد الوديه الاخيره قدام العراق؟ نعم، كيف حضرتك ازاي تابعت استبعاد منتخب استبعاد فخر الدين بن يوسف من الوديه الاخيره، يعني بعد ما لعب الوديه الاخيره فتم استبعاده من قائمه بطوله كاس الامم؟ هو في غنى في التليفون هذاك اللي سمعت كويس. فخر الدين بن يوسف، حضرتك فخر الدين بن يوسف تم استبعاده اخيرا يعني من القائمه النهائيه لكاس الامم الافريقيه، حضرتك شفتها ازاي؟ والله هو الاستدعاء فخر الدين بن يوسف معناتها للمنتخب التونسي معناتها باش ما يكونش بعيد على الاجواء المنتخب رغم معناتها المستوى المتدرب معناتها في مع نادي الاتفاق في السعوديه مش قاعد يقدم في مستوى كبير اللاعب هذا، ان شاء الله معناتها الرجوع نتاعو يزيد يعطي دفعه اكثر للمنتخب، على خاطر احنا نشوف اللاعب هذا لاعب تكتيكي بحت يعرف كل مدرب يتاقلم معاه في يتاقلم في من خطط تكتيكيه اللي يرسمها المدرب، اللاعب هذا معناتها قاعد يتاقلم معاه، ان شاء الله معناتها الاداء نتاعو يكون طيب ان شاء الله. راي حضرتك في عوده يوسف المساكني لمنتخب تونس، طبعا هو كان مصاب في كاس العالم، فعودته هل ممكن تخلي منتخب تونس يكون مرشح قوي جدا للبطوله؟ لا، هو في لنا في التليفون مش نسمع كويس. عوده يوسف المساكني لمنتخب تونس، هل حضرتك شايف ان عودته ممكن تقرب منتخب تونس من لقب البطوله؟ والله نشوف اللي يوسف المساكني معناتها قيمه ثابته في المنتخب التونسي، ومعناتها نشوف الاداء نتاع منتخب تونس في غياب يوسف المساكني في الفترات الاخيره في كاس العالم، معناتها كان مستوى المنتخب التونسي معناتها نجم نقولوا مستوى متدني وكان غايب وكان مش حاضر على جميع المستويات. يوسف المساكني معناتها لاعب ممتاز، لاعب فنيات عاليه، قادر باش يعطي الاضافه في اي وقت.
يوسف المساكي معناتها الاستدعاء نتاعه معناتها يكون معناتها نحن نقولوا مورال للمجموعه ككل وللشعب التونسي ككل كي يشوف يوسف المساكي موجود معناتها مع المنتخب. اللاعب هذا قادر باش يعطي الاضافه في اي وقت واي ثانيه معناتها ينتظر منها حتى يكون نجم نقولوا 80 دقيقه معناتها يوسف المساكي ماهوش موجود في المباراه وفي اي لمسه للكره يوسف المساكي معناتها عنده نظريه في الملعب معناتها ممتازه وممتازه جدا تعطي الاضافه للمنتخب. ان شاء الله معناتها يوسف المساكي معناتها بعد الاصابه اللي تعرض لها الرباط الصليبي معناتها يرجع في الاداء نتاعو ان شاء الله معناتها يقدم المستوى المرجو منه وان شاء الله معناتها نشوفوا منتخب تونس في اوج العطاء نتاعو ان شاء الله. راي حضرتك في اداء علي معلول مع النادي الاهلي؟ ويمكن هو مسجل هو هداف الفرقه السنه دي مسجل 6 اهداف وصانع وعنده 7 اسيست، فراي حضرتك ايه في اداء علي معلول مع النادي الاهلي هذا الموسم؟ علي معلول مانيش نتكلموا عليه كثير، علي معلول لاعب معناتها ممتاز ممتاز جدا اي مدرب اذا نفس الشيء معناتها يتاقلم الخطط التكتيكيه، علي معلول مانيش نقول انا ظهير يسار انا نقول دومي جوش معناتها على معناتها هجومي بحت اكثر مني هو دفاعي معناتها قاعد يقدم في مستوى كبير وكبير جدا يحتسب لعلي علي معناتها مانيش باش اليوم انا مش نعرف علي معلول يظل كل المصريين اللي يعرفوه ويعرفوا الاداء نتاعو ويعرفوا الاستقرار معناتها في الاداء نتاعو. علي معلول معناتها رغم الاصابات وقاعد يتغلب على الاصابات وقاعد يرجع للمستوى المعهود. اليوم علي معلول معناتها كنشوفوه في النادي الاهلي في مستوى كبير وكبير جدا، ان شاء الله معناتها يرجع بالايجاب على المنتخب التونسي ويقدم المرجو منه، ان شاء الله نشوفوا اداء طيب معناتها في كاس الامم ان شاء الله. اخر سؤال كابتن خالد بدره، يتوقع مين بطل كاس الامم الافريقيه 2019؟ والله هو التوقع مش نقول صعب، اما نقول ساقول شيء نقول مبروك لمصر على على الاحتضان من كاس افريقيا هذه 2019 وما هيش غريب على المنتخب المصري وعلى التنظيم وعلى كل شيء، نقول برافو على مصر وبرافو للشعب المصري على احتضان من كاس افريقيا وعلى على كل شيء اللي قاعد يقوم به. يظهر لي انا نشوف المنتخب المصري اللي هو اقرب للتتويج ما باستثناء معناتها ثم منتخب اللي نحن مش نقولوا مغمور، لا مش مغمور، اللي هو قاعد يقدم في اداء طيب اللي هو منتخب السنغال. منتخب السنغال اللي معناتها في الاداء نتاعه في كاس العالم كان ممتاز وممتاز جدا رغم معناتها ما تاهلش، مي عنده لاعبين معناتها ممتازين، عنده سرعات، عنده خط دفاع متماسك، عنده وسط ميدان بنفس الشيء والهجوم زاد كذلك. منتخب مصر معناتها متعود على الاجواء الافريقيه ويعرف كل كبيره وكل صغيره، ماهوش اليوم مش يجي نعرفه بمنتخب مصر. منتخب مصر صاحب الكؤوس الافريقيه معناتها 3 مرات على بعض ياخذهم وعنده اسبقيه كبيره معناتها في التتويجات. منتخب مصر يستاهل كل شيء، ان شاء الله احنا نشوفوا المنتخبات معناتها تنافس بجدية كبيرة وبروح رياضية، وإن شاء الله اللي يكون الأجدر في كأس أفريقيا باش يتوج بها إن شاء الله نشوفوا فريق عربي هو اللي يتوج، سواء المنتخب التونسي ولا المنتخب المصري احنا ولا المنتخب المغربي ولا الجزائري، هذا اللي نتمناوه إن شاء الله، وإن شاء الله اللي يكون جاهز بدنيا نفسانيا وذهنيا هو اللي باش يتوج في كأس أفريقيا إن شاء الله.